احنا دلوقتي لو تفتكروا كده، قلنا احنا قلنا موضوع توزيع الاحمال او اللود ديستريبيوشن او نوع الوان واي البلوكات. والتو واي. اه الوان واي والتو واي يا دكتور بتاع الاسلام. بالظبط بالظبط، اتكلمنا على موضوع البلاطات ان جنرال. عندنا في كذا نوع من انواع البلاطات، بلاطه تبقى يا اما البلاطه وان واي او البلاطه ان سوليد سلاب وبلاطه هولو بلوك، او البلاطه تكون بتاع ده فلات سلاب او بلاطه اللي هو اسمها وافل سلاب، اللي هو الحاجات دي قلنا في كومباريزون اللي احنا ممكن نعمل مقارنه بينهم بين السوليد والهولو بلوك والوافل سلاب والفلات سلاب عن طريق الاريا والسبان. السبان ده المسافه، ماكسيمم سبان ده المسافه بين العمود والعمود، ناخدها قد ايه وهكذا. قلنا اول حاجه للسوليد سلاب لو تفتكروا البلاطه المصمطه، البلاطه المصمطه دي بتتحط على لازم على كمرات، لازم تتشال على كمرات بالشكل ده، ولازم المسافه بين العمود والعمود السبان ما يزيدش عن 7 متر، يعني بين العمود والعمود اقصى حاجه ليه 7 متر تقريبا. خلاص، في كذا نوع من السوليد سلاب، في حاجه اسمها وان واي سوليد سلاب، ودي معناها ان البلاطه نفسها كوزن بتروح في اتجاه، بتتنقل في اتجاه واحد بس، يعني تروح يمين او تروح شمال حسب الاتجاه القصير. خلاص، طب هنا البلاطه ديت بتبقى برضك بلاطه متشاله وان واي سلاب، بتشاله على كمرتين، كمرتين دول لان ما فيش الناحيه الثانيه في اي كمر خالص، فهي غصب مضطره غصب عني تبدا تتحرك في الاتجاه اللي هو الوان واي ده. وقلنا في قاعده مهمه، لو البلاطه بتاعتي متشاله على 4 كمرات فبيبقى في طول كبير للبلاطه وطول قصير، فلو قسمت الطول الكبير على الطول القصير يعني اللي هو ال على ال شورت ولقيته اكتر من 2، لو لقيت الطول الكبير ده اكتر من 2 الطول الصغير يبقى البلاطه هتشتغل وان واي سلاب، يعني حتى لو هي 4 كمرات برضك البلاطه هتروح على اتجاه واحد بس، بتروح في الاتجاه القصير يعني. طب ماشي دكتور، انا عندي سؤال. هو حضرتك بتقول ان المسافه ما بين العمود والعمود ممكن توصل ل7 متر في السوليد سلاب. احنا دايما في الكليه اول ما بنزيد عن 5 متر بيقولوا لنا لا كده انت خش على سيستم جديد. لا انت ليك لغايه 7 متر. ليه بقى؟ هو ليه حددته السيستم ده عشان تبقى فاهم؟ اول حاجه رقم واحد، القمر الساقط اللي هي دروبد بيم، القمر اللي بيسقط لك في وسط المبنى عندك جوه الشقه عندك، بيبقى ليه سقوط كده، السقوط بتاعه دايما بيساوي السبان يعني المسافه بين العمود والعمود على 10. يبقى انت لو قلت العمود بتاعي المسافه بين العمود والعمود 7 متر لما تقسمها على 10 تبقى 70 سنتي. 70 يعني هم سنتي بيحاولوا يقللوا المسافه علشان يبقى القمر مش ساقط كتير فنقدر يعني يبقى ليه المكان بقى؟ مش ليه بقى؟ عشان انت عندك ارتفاع المبنى، ارتفاع الباب الشقه اللي هو الصافي بتاعك 2 متر 20، فدي حاجات ستاندر، والشباك ليه ابعاد معينه، فما يكون ارتفاع الباب بتاعك 2 متر 20 و70 سنتي، و70 سنتي اللي هم بتوع سقوط القمر اللي احنا قلنا عشان كده الاسبان على 10 ما يزيدش عن 7 متر فيديك 2 متر 90، و10 متر التشطيب يبقى ارتفاع الدور 3 متر. لو سمحت يا دكتور، اتفضل. هو احنا ممكن في نفس الكاميرا تبقى مقلوبه في نفس الوقت مدفونه، يعني طالعه مثلا 20 سم فوق وال 50 سم باقي تحت عادي سقوط؟ لا، ما هي الكاميرا في كاميرا اسمه مقلوب وكاميرا اسمه مدفون، ما ينفعش. انا فاهم قصدك، انا ما ينفعش الاثنين يبقوا ميكسد مع بعض. لو مثلا طول الكاميرا عندي بقى كبير وصلت 70 سم او 80 سم ما ينفعش يبقى مثلا مقلوب. طب انا عادي هقول لك انا حاجه، الكاميرا مقلوبه تقلبها ليه؟ عشان السقوط بتاعها كبير معايا، فانا عايز مثلا اطلع جزء فوق وجزء تحت. ماشي، الجزء اللي فوق تطلعه قد ايه؟ مثلا بتناقش معاك عشان اوصل لك الفكره. لو مثلا سقوط الكاميرا مثلا وصل عندي ل 80 سم هيبقى مثلا اطلع مثلا فوق 30 سم وتحت 50. ماشي، 30 سم فوق لو طلعتهم فوق ومفيش فوق الكاميرا دي في حيطه، يبقى انت كده هتبص تلاقي الكاميرا دي عامله زي المصطبه كده بتعدي عليها الدور اللي فوق، الناس بتعدي من فوقيها. تمام، تطلع من فوق. انا اطلع طب الكاميرا المقلوبه دي لو كان في فوقيها حيطه ممكن، يعني لو فوقها حيطه عادي جدا. ها؟ لو فوقيها حيطه عادي ممكن اطلع 30 سم فوق. تطلع الكاميرا كلها، مش هي بس، مش 30 سم، تطلع الكاميرا كلها مش فارقه بالنسبه لك. تمام، واخد بالك؟ تمام، دي فايده الكاميرا المقلوبه يعني. خلاص؟ تمام يا دكتور. بس فالكاميرا المدفونه بقى طبعا دي قصه ثانيه خالص، الكاميرا المدفونه دي بستخدمها في الهولو بلوك، بستخدمها لو كان مش عاوز الكاميرا ساقطة عندي ولا عاوز فوق ولا فوق في حيطة، فبروح قالب الكاميرا خليها ماشية مع البلاطة يعني وهكذا. تمام،
نيجي الجزء الثاني بتاع النوع الثاني من السوليد سلاب هو تو واي سلاب. تو واي اللي هي بلاطه ثنائيه الاتجاه او ثنائيه الحمل تحميل في الاتجاهين يعني. فالحمل بتاع البلاطه نفسه بيروح في اتجاه جزء منه بيروح في اتجاه الفا اللي هو الاتجاه الصغير، وجزء بيروح في اتجاه بيتا اللي هو الاتجاه الكبير. الاتجاه الصغير ده اللي هو المسافه، لان الحمل برضك ده يعني حاجه تحس اللي هو البلاطه دي بتتعامل بذكاء شويه في توزيع الحمل بتاعها، خلاص بتشوف اقرب حمل ليها تنقل عليها وتروح مسانده، فبتقرب بعد اقرب طول ده بياخد اكبر حمل منها. عشان كده دايما الفا ده معامل توزيع الحمل، يعني لو في انت وزنك 10 طن خلاص او 100 طن واقف فوق البلاطه دي، الاتجاه الصغير هيساوي فاكتور في ال 100 طن في وزنك اللي هو الفا، وبيتا الفاكتور الثاني في اتجاه في ايه في وزنك وهكذا. يعني ده بياخد مثلا من وزنك 100 طن في منهم مثلا ايه 70 بيروح في اتجاه الفا و30 بيروح في اتجاه بيتا مثلا وهكذا. يبقى الفا وبيتا بتحدد نسبه الاتجاه بتاع تحميل البلاطه في الاتجاهين. وقلنا نعرف ازاي البلاطه دي تو واي، لو قلنا الطول الكبير على الطول الصغير اقل من ايه من 2، لو الطول الكبير على الطول الصغير اقل من 2. في نوع ثالث وهو اسمه السوليد او الكانتليفر سوليد سلاب، ودي كابولي يعني زي البلكونه عندنا في فرنسا، عندك في العماره في الفيلا مش عارف تبص تلاقي ايه في كابولي كده طالع لك اللي هو البلكونه طالعه لك كده من اللي مش ما فيش اي كمر خارجي خالص. فغصب عن البلاطه دي هتتشال على الكمر اللي ايه اللي سند على المبنى اللي بين العمودين دول، فالحمل كله بيروح على الكاميرا. فدي اسمها وان واي سلاب بس كانتليفر سوليد سلاب. طيب اول حاجه دايما في الديزاين بتاعي وانا بصمم محتاج اجيب الكونكريت دايمنشن، محتاج افرض الابعاد المبدئيه. واحد يقول لي يعني ايه ابعاد يعني انت بتفرض ابعاد قبل ما تصمم، يعني مثلا بتقول انا اسيوم ان سمك البلاطه خدها 12 سنتي، سوق الكاميرا نفسها الدبس بتاعها هاخده مثلا 70 سنتي، العرض بتاع الكاميرا هاخده 25. طب ليه انا بفرض فرض مبدئي؟ بتفرض فرض مبدئي وانت بتصمم عشان تحسب احمالها، تبقى احمال تقريبيه، وبعد ما تحسب الاحمال التقريبيه دي بتحطها على الكاميرا بتاعتك وتحسب لها حاجه اسمها الستريننج اكشن اللي هو المومنت والشير والكلام ده. وبعد كده بعد ما بتحسب المومنت بتبدا تاخد المومنت ده وتصمم بيه وتجيب الابعاد الحقيقيه اللي انت عاوزها وهتنفذها وهكذا. فعشان كده اول خطوه في اللي هو الثيكنس اوف سلاب، سمك البلاطه، سمك تقريبي يعني البلاطه خدها كام. يعني انت مثلا انت لسه بتصمم انت مش عارف اي حاجه، فبتعمل حاجه تقريبيه في البدايه كده، فبتقول سمك البلاطه بيساوي لو البلاطه دي سمبل بيم يعني هي بس ما فيش يعني مش مستمره يعني ما فيش بلاطه جنبها يمينها ولا شمالها، بتاخد الاتجاه الصغير يعني لو البلاطه ديت 6 في 7 يبقى 6، تاخد البعد الصغير 6 اللي شورت وتقسمها على 30. طب لو البلاطه ديت مستمره من ناحيه واحده يعني في بلاطه جنبها من ناحيه واحده يبقى الاسبان الصغير على 35، طب لو ليها بلاطه يمين وشمال الاسبان على 40 وهكذا. دي في حاله الوان واي سلاب. طب في حاله التو واي سلاب الجدول ده بيتغير، بدل 30 تبقى 35، بدل 35 تبقى 40، بدل 40 تبقى 45. طيب الحاجه الثانيه بعد ما بتحسب السمك او الدايمنشن بتاع البلاطه بتعمل حاجه اسمها اللودز، الاحمال. ايه هي الاحمال بقى اللي جايه على البلاطه؟ احمال دي ايه؟ فعندي نوعين من الاحمال لو تفتكروا، في حاجه اسمها احمال ديد لود واحمال لايف لود. الديد لود احمال ميته اللي هي زي مين؟ الحاجه اللي هي ميته يعني انت بتصبها كخرسانه وتسيبها بقى خلاص، تسيبها تفضل معاك على طول. زي مين؟ زي سمك البلاطه، البلاطه السقف نفسه انت بتصبه هيفضل طول عمره موجود مش هيتهد يعني. والتشطيب اللي فوقيه اللي هو بتحط طبقه رمل وبعد طبقه رمل تحط السيراميك بتاعك او تحط الايه البلاط بتاعك حسب ما انت هتعمل الفينش بتاعك. يبقى الجزء اللي تحت ده اسمه الكونكريت دايمنش او كونكريت ويت او وزن الخرسانه بتاعت السلاب. اللي فوقيها دي اسمه فلورنج كفر، فلورنج كفر وزن الايه التشطيب اللي بيتحط فوق الخرسانه اللي انت لما بتاخد شقتك كده تقعد توضف الارضيه وتحط بقى ايه الرمل بتاعك وتحط البلاط وتحط السيراميك والكلام ده كله. الحاجه الثالثه اسمها اللايف لود، لايف لود الاحمال الايه المتحركه اللي انت حضرتك بقى ايه عمال تتحرك في الشقه رايح جاي حاطط الفرنتشر بتاعتك العفش بتاعك وهكذا. فعشان كده احنا لو خدنا متر في متر من البلاطه بتاعت السقف اللي عندك احسب له وزنها ازاي؟ قال لك القانون ده، يبقى وزن البلاطه نفسها بيساوي ايه؟
فاكتور زياده، بضرب في فاكتور بامان، معامل امان يعني عشان ازود الحمل شويه. خلاص بيساوي ايه؟ سمك البلاطه تي سلاب. طب اجيب سمك البلاطه منين؟ لا اما ايه؟ من الجدول هنا انت بتصمم تاخده، لا اما الطول الصغير على 30 35 40 هكذا، مضروب في جاما كونكريت. جاما كونكريت دي كثافه الخرسان، كثافه الخرسانه دي دايما محفوظه، انت تحفظها ب 25 كيلو نيوتن على المتر مكعب او 2.5 طن على المتر مكعب. خلاص زائد الفلورين كفر، زائد الفلورين كفر التشطيب. طب التشطيب ده ايه؟ انت هتشطب رخام ولا سيراميك ولا بلاط، كل نوع ليه وزن، فده بيبقى جيفن حسب انت بتشتريه منين ونوع الحاجه اللي انت هتستخدمها. زائد 1.6 في اللايف لود، زائد 1.6 في اللايف لود. ايه بقى 1.6؟ ده في معامل امان بزود بيه اللايف لود شويه عشان ابقى مامن نفسي، عشان الطريقه دي اسمها الالتيميت ميثود. اللايف لود بكام؟ اللي هو بقى حضرتك بقى تشوف بقى المبنى بتاعك انت هتستخدمه ايه. مبنى سكني عادي فليها رقم 200 مثلا كيلو جرام على 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 المتر مسطح. لو انت هتستخدمه مدرسه ليها وزن تاني. طب لو هتستخدمه حضان ليها وزن. طب لو هتستخدمه مسرح. طب مين اللي بيحدد الكلام ده؟ الكود المصري. الكود بيقول لك وانت بتصمم تخش على صفحه معينه في الكود يقول لك انت الغرض من المنشا ايه. انت تبقى عارف طبعا الغرض من المنشا، انت اللي بتصمم، فبتاخد قيمه اللايف لود دي من الكود حسب ما الكود بيقول لك، حسب الغرض من الاستخدام. طبعا كفي امتحان بتبقى جيفن بالنسبه لك، والله والفلورين كفر جيفن، والتي سلاب تبقى جيفن او انت بتفرضها زي هنا من الجدول اللي فات ده وهكذا. طيب الخطوه الثالثه يبقى كده خطوات الديزاين انت يعني انت واخدها. رقم واحد بتفرض الدايمنشن يعني بتفرض سمك البلاطه. رقم اثنين بتحسب الاحمال من القانون ده، ده وزن البلاطه. رقم ثلاثه بتصمم بقى تجيب المومنت اللي على البلاطه. طب اجيبه ازاي؟ بتاخد شريحه، البلاطه دي كبيره جدا، البلاطه اللي انت شايفينها دي كبيره، ليها طول 6 متر في 4 متر او 6 متر في 7 متر، يعني ما تعرفش هي كام، رقم كبير. فبتاخد شريحه صغيره 1 متر، يعني انت بتصمم شريحه 1 متر، واللي بتصممه ده اكنك صممته كله، بتحطه على كله. لو جبت 5 اسياخ في ال 1 متر، كل متر حط 5 اسياخ وهكذا. فلما باجي اعمل اخد شريحه كده، شريحه هلاقي ايه بقى الشريحه دي؟ ناخد شريحه من هنا كده اهو. الشريحه دي هي عرضها 1 متر، سند على ايه الشريحه دي من البلاطه؟ سند على الكاميرا ديت وعلى الكاميرا دي، فبعتبر الكاميرا والكاميرا بالنسبه للبلاطه سبورت. خلاص؟ وبعد كده الحمل الشريحه دي اللي هي انا حاططها هنا دي، الحمل اللي عليها ده اللي انا جبته من شويه اللي هو دبليو ده. فبقت عندي كاميرا او مش كاميرا بقى، شريحه من البلاطه عليها حمل اسمه دبليو بتاع البلاطه اللي انا حسبتها من القانون اللي فات ده، وطول والسبان اللي انا واخده من البلان هنا البلان. فبقى عندي سمبل بيم عليها حمل موزع، اجيب المومنت بتاعي زي ما خدناه في الاستراكشر كده دبليو ال سكوير على 8. يبقى ده قيمه المومنت بتاعي، يبقى قيمه المومنت ده اسمه ام التيميت. ام ايه؟ التيميت، المومنت الاقصى اللي حصل في البلاطه دي نتيجه الاحمال اللي عليه. يبقى الخطوه، لو ممكن تشرحها يا دكتور عشان انا مش فاكرها. ايه؟ لو ممكن تشرح المعادله دي بتتحل ازاي؟ يعني معادله ايه؟ دبليو اس على في ال سكوير المومنت ده؟ اه دي محفوظه، اللي هو المومنت لو كاميرا سمبل بيم، المومنت في النص بيساوي دايما قيمه الحمل في الاسبان تربيع على 8. قيمه الحمل في الاسبان تربيع على 8 دي تبقى حافظها يعني خلاص من الاستراكشر خلاص وهكذا، يعني ملهاش اثبات، دي قيمه ثابته كده كفاكتور موجود لاي كاميرا سمبل بيم. يعني لو تفتكر كده، لو كاميرا عليها قوه مركزه، لو سمبل بيم وفي قوه مركزه اسمها بي، كان المومنت لو تفتكر حاجه اسمه بي ال على كام؟ بي ال على 4، برضك دي تبقى محفوظه يعني خلاص. فانت كده جبت المومنت، المومنت ده اسمه دبليو سكوير على 8. طب اعمل بالمومنت ايه بقى؟ ابدا اصمم المومنت ده. اصممه ازاي؟ كان زمان بقى في حاجه يقول لك حديد التسليح، حديد التسليح بيساوي ايه؟ في قانون كده يقول لك ان المومنت اللي انت جبته من هنا على حاجه اسمها اف يلد. ايه هي اف يلد؟ ده مقاومه الحديد، حديد التسليح ده بيبقى جيفن او معروف. لو انت رحت اشتريت حديد من مصنع عز كده بيبقى مديك المواصفات بتاعته، يقول لك الاف يلد او مقاومته كذا. في مين؟ في حاجه اسمها الجي، ده فاكتور بنجيبه من جدول،
مضروب. احنا مش هنخش طبعا في التصميم بس تبقى عارف القانون ماشي ازاي. في الدي، الدي اللي هو الدبس، اللي هو اللي انت التي اللي هو عباره عن التي اللي انت فرضها من هنا، التي اللي انت فرضها من هنا وتنقص منها ايه الكفر 2 سم يعني. فكده جبت حديد التسليح. بعد كده بعد ما تجيب حديد التسليح تعمل ايه؟ تحطه بالشكل ده، تقول له والله الحديد بتاعي، الحديد بتاعي لان انا كنت واخد شريحه كده، انا كنت واخد شريحه كده، فبحط الحديد في نفس اتجاه الشريحه، وكان المومنت عامل كده دبليو سكوير على 8 صح كده، المومنت هنا تحت يبقى شد تحت، يبقى انا احط الحديد اقول له نصه عدل، احط نص الحديد يعني. جبت مثلا بعد ما صممت جبت 4 سياخ او 6 سياخ، اقول له 2 سخين منهم احطهم عدل وسخين كده اجي اكسحهم، يعني اعمل فيهم ايه تكريد كده، او نيجي كده قبل مسافه معينه نقربه، بيقول لك نقرب الحديد خلاص. انا وديته في الامتحان نرسم المومنت والحاجات دي كلها. ممكن اقول لك يعني، لا انا طبعا مش هخليك تصمم، هو الامتحان مش هخليك فيه ديزاين، بس انا بقول لك عشان تبقى انت فاهم خطوات الديزاين ازاي. بتبقى 1 بتجيب اللي هو الدايمنشن، 2 بتحسب الاحمال بتاع البلاطه، 3 بتحسب المومنت على البلاطه، رقم 4 بتصمم وترسم التسليح اللي على البلاطه. ده كل التصميم اي حاجه وانت بتصمم البلاطه خلاص. دي لو كانت وان واي. طب لو كانت تو واي، يبقى في حديد في الاتجاه ده وحديد في الاتجاه الثاني، لاني باخد شريحه في الاتجاه ده واخد شريحه في الاتجاه هنا. فاكرين كده في الوان واي عملنا ايه؟ خدنا شريحه في اتجاه واحد عشان الحمل في اتجاه واحد. طب لو في التو واي، التو واي الحمل بيمشي في اتجاهين، فبالتالي اخد شريحه في الاتجاه الصغير وشريحه في الاتجاه الايه الكبير. الشريحه اللي في الاتجاه القصير اخدها واعملها كانها كاميرا اهو، متشاله هنا ومتشاله هنا وعليها حمل موزع اسمه دبليو سلاب، بس مضروب في مين؟ في فاكتور اسمه الفا. ليه؟ لان الحمل بيتوزع شويه بيروح في الفا وشويه بيروح في بيتا. ونفس الكلام الشريحه في اتجاه بيتا اللي هو الكبير، اخد شريحه ثانيه بالشكل ده واحط الحمل بتاع دبليو سلاب وزن البلاطه واضربه في فاكتور اسمه بيتا، وارسم لدي مومنت وارسم لدي مومنت، واخد المومنت اللي هنا ده اصممه، اجيب حديد تسليح احطه بقى في الاتجاه الصغير، واخد المومنت هنا اجيب منه حديد تسليح من المعادله اللي فاتت واحط الحديد في اتجاه كبير اهو اللي انا عملته ده، اتجاه الفا ده اتجاه بيتا، بعد كده احط حديد في الاتجاه الصغير وحديد في الاتجاه الكبير. ده اسمه الفرش والغطا، اللي اشتغل فيكم في المواقع ولا حاجه كان يقول لك ايه حديد فرش وحديد غطا خلاص. دايما الفرش، حديد الفرش ده اللي هو يعني الحديد اللي تحت يعني، وانت اللي بتحطه الاول بترصه على الشده الخشبيه الاول اللي هو بيتحط في الاتجاه الصغير ده اسمه فرش، وبيتحط فيه بعد كده بعمودي عليه اسمه الغطا بيغطيه يعني خلاص. فده كان كونسبت كده بيعرفك اللي هو السوليد سلاب عامله ازاي وفكره بتاعتها. بعد كده نخش بقى على الهولو بلوك. الهولو بلوك ديت بلاطه مفرغه يعني فيها البلاط، طبعا انت بتصب كل بلاط. قال لك دلوقتي ايه اما يكون الدبس، اكتشفوا كده اما يكون الدبس بتاع البلاطه ده زاد قوي لغايه 40 20 سم مثلا، قال لك فوزن السقف ده هيبقى تقيل قوي. قال لك طب ما ايه الحل؟ قال لك في المنطقه اللي تحت اللي فيها المومنت احط فيها بلوكات، احط فيها ايه بلوكات يعني ايه ارص راس، احط بلوك اسمنتي كده واسيب مسافه بينه اصب فيه خرسانه، وبلوك تاني واسيب مسافه اصب فيها خرسانه وهكذا. البلوكات ديت او الهولو بلوك من مميزاتها اللي هي رقم 1 بتبدا تقلل لك وزن الخرسانة خلاص وهكذا. طب السؤال اللي بيجي في الامتحان في الجزء ده هو يقول لك ايه، بقول لك ايه هي الادفانتجز اوف هولو بلوك سلاب، ايه هي مميزات الهولو بلوك سلاب يعني الجزء بتاع يعني مثلا الجزء اللي فات اجيب لك اسئلته ايه الهولو بلوك ده السوليد سلاب، هقول لك ايه هي انواع البلاطات، هتقول لي 1 كذا 2 كذا 3 كذا اللي هي كانتريفر 1 واي و2 واي خلاص. ايه هي الاحمال اللي عليها، تقول لي ديد لود ولايف لود. السؤال بتاع الهولو بلوك هقول لك ايه هي مميزاته، هتقول لي 1 عازل للصوت عشان اما بحط البلوكات ديت والسمك بتاعه كبير فبيبقى عازل للصوت، يعني لما تعمل السقف بتاعك هولو بلوك صعب اللي فوقيك يسمعك. السوليد سلاب ممكن تلاقي انت تسمع صوت الجار اللي تحتك او اللي فوقيك، او لو حد بيتحرك في السقف عندك في السوليد سلاب ممكن تحس انت بالحركه بتاعته، تحس واحد بيجر
بيجر مثلا تيبل عندك او حاجه او بيجر كرسي ممكن تسمعه، انما في الهول بلوك لا، الموضوع ده بيبقى عازل كويس للصوت، فبقى دي من ضمن مميزاته. الحاجه الثانيه في الهول بلوك ده عازل الحراره، يعني بيتفضل جدا تعمله في مناطق صحراويه، زي مثلا لما يكون في مناطق فيها درجه حراره عاليه في الخليج الكلام ده، الهول بلوك احسن من السوليد سلاب وهكذا. يبقى انت وانت بتختار، انت كمهندس لازم برضك ما بتحطش اي حاجه، انت لازم تختار الحاجات على اسس المميزات وعيوبها. يعني مثلا ما يكون منطقه في منطقه فيها الحر عالي جدا، فبس انت بتبدا تعمل تحط ايه، تقول لي لا انا هستخدم الهولو بلوك احسن من السوليد سلاب، يبقى انت كده راجل مهندس شاطر فاهم وهكذا. بيعطي سطح املس خالي من الكمرات، لان انت حضرتك لما تيجي بعد كده تبص كده في السقف من تحت، انت بتحط بلوكات الكمرات الساقطه، الربات، مفيش كمرات ساقطه، مش هتلاقي كمرات ساقطه خالص، مش هتبقى عندك المشكله اللي انت شايف في وسط الريسبشن بتاعك نازل لك كمره كده وتبقى متضايق منها جدا، اللي هي نازله لك في وسط الريسبشن او في وسط الطرقه بتاعتك عندك، اللي هي الديستريبيوشن اريا، مساحه التوزيع بتاع اللي عندك، تلاقي لك كمره جايه لك كده في نصها ولا حاجه. فدي من ضمن مميزاتها. يمكن تغيير فواصل وجدران الوحدات مما يعطي الحريه في التقسيم المعماري. يعني ممكن انت بتقسم عن طريق حاجه اسمها هيدن بيم كده، بتقعد تقسم براحتك، تقدر يعني المعماري يحب الموضوع ده. البلوك المفرغ او الفراغ داخل البلاطات بيقلل من وزن ايه السقف. ما احنا مشينا احنا الخرسانه حطينا بلوك، البلوك ده يبقى مفرغ من جوه، فبالتالي يقلل الوزن بتاعه. والحاجه الثانيه بيعطي او بيغطي، بيبقى كفر لمساحه كبيره نسبيا عن عن السوليد سلاب، يعني السبان بتاعها بيوصل لاكثر من 7 متر، ممكن يوصل ل 9 متر. يعني فدي ميزه برضك، يعني افرض انت عاوز المسافه بين العمود والعمود وانت معماري مش عاوز تعملها 6 متر ولا 7 متر، ما انت يعني فعاوز تعملها عندك 9 متر، فما ينفعش تستخدم السوليد سلاب، بيبقى لازم ترجع للهولو بلوك وهكذا. طب ايه الفرق كده بينه يا دكتور وبين الفلات سلاب؟ الفلات سلاب هقول لك حالا، يعني لما اخش في الفلات سلاب هقول لك، انت كده فهمت دول، هقول لك الفرق بعد ما اخش في الفلات سلاب خلاص. فده شكل الشده الخشبيه خلاص، دي الشده يعني بيصب كده ايه، بيحط دي الخشب الشده الخشبيه ويبدا يرص بلوكات جنب بعضها مفرغه كده، ويسيب مسافه ويرص بلوكات ويسيب مسافه، يرص بلوكات ويسيب مسافه، ودي اخر المبنى خالص اسمها دروب بان، بتبقى في الاخر ويصب عليها بقى، وده شكلها كده في الايه، في الطبيعه. يعني دي اسمها وان واي ليه بلوكات، وهنا دي فراغه دي اسمها ريب، بلوكات ريب وهكذا، ودي اسمها هيدن بيم كاميرا، اللي هي تسليح ضيقه كاميرا كده حاطط فيها حديد كتير جدا، ويبقى نفس السمك بتاع الايه البلاطه، بس حاطط فيها تسليح كتير، فبتشتغل زي انها كاميرا بس بتبقى كاميرا مدفونه خلاص، كاميرا الهيدن بيم. ده شكل تاني ليها في الراسه بتاعتها، دي وان واي ليه، كل الربات ماشيه ايه في اتجاه واحد مرصوصه في اتجاه وان واي. ودي بعد ما بيشيل، بعد ما بيصب ويشيل الشده الخشبيه من تحت، تنزل كده في السقف من تحت، تبص هتشوف ده، تشوف بقى الحته اللي انا صبيتها، ودي البلوكات وده الرب، بلوكات رب وهكذا، وشكلها كده البلان ليها، والتسليح بتاعها بنيجي نرسمه. طبعا انتوا مش ترسموا تسليحها على حاجه، بس تبقى انت عارف ما في يوم من الايام تنزل موقع وتشوف اللوحه بتاعت الهولو بلوك هتشوفها بالشكل ده، بيبين لك يرسل لك شويه بلوكات كده ويسيب لك مسافه رب وهكذا، ويعمل لك انديكيشن، يعمل انديكيشن بس كده، ويحط التسليح بتاعها. ده قطاع يعني بيقول لك اما يقطع من هنا، طبعا القطاعات دي التفصيليه يعني مش هتسالوا فيها في الامتحان، الحاجات دي مش هتسالوا فيها، بس تبقى عارف التفصيله بتاعتها. ده الرب بيبقى بيتسلح بحديد، ومن فوق هنا بيبقى البلاطه، وكل اللي هو من خطوطه دي بلوكات. في نوع منها تاني اسمه تو واي سلاب، يعني حتى زي في السوليد سلاب كده في وان واي وتو واي، في الهولو بلوك كمان في وان واي وتو واي. التو واي بقى بيبقى عباره عن ايه؟ بتحط بلوك وتسيب مسافه من الناحيتين، يعني من هنا تسيب له مسافه ومن هنا تسيب له مسافه وهكذا، وترصهم وتصب. اه بصوا زي ما انتم شايفينها كده، التانيين كنت في الوان واي كنت بتلزق كله ببعض وتلزق دي في دي، انما في تو واي انت شايف هنا مسافه وسايب هنا مسافه وسايب هنا مسافه وهنا مسافه، حوالين كل بلوك عامله انت 40 في 40، عامل مسافات حواليه خلاص. وده شكلها اما حضرتك بتشيل الشده الخشبيه وتنزل كده تحت السقف، هتشوف ايه، في ربات كده وربات كده وربات كده وربات كده، وفي انهم ايه، وفي وسطهم في الايه البلوكات.
خلاص، ودي الرسمه التفصيليه بتاعتها، وده التسليح برضك يعني مش هنتعرض ليه، بس تبقى انت شايف شفته مره في حياتك، عشان لما تنزل موقع ولا تنزل حاجه تبقى ملم بالايه، بشكل التسليح عامل ازاي. يعني بحط هنا بلوكات انديكيشن ليها كده، ده الانديكيشن يعني بيبين لك دي ايه تو سلاب، وتقول له هنا ايه، بحط الحديد هنا وحديد هنا كانها بلاطه بتاعه الريب يعني، ودي قطاعات برضك مش هتسال فيها وكذا. طيب الفلات سلاب النوع الثالث، فلات سلاب دوت هي خرسانه، بلاطه خرسانيه بتبقى سبورتد دايركتلي باي كونكريت كولمز، يعني بتبقى متثبته مباشره على الاعمده، مفيش اي كمرات خالص، يعني هي اسمها بلاطه لا قمريه، حتى لو شفت الشكل ده كده مش هتلاقي ولا قمر ساقط. وفيها ميزه كبيره جدا الفلات سلاب هنقولها كمان شويه، خلاص بيوصل الاسبان بتاعها ممكن يوصل ل 12 متر او 10 متر، يعني اب تو 10 متر ممكن يوصل ل 12 متر كمان. مميزات الفلات سلاب يعني ايه اللي بيميز الفلات سلاب؟ يعني انت راجل دلوقتي ايه، عاوز تنشئ فيلا، عاوز تنشئ عماره، عاوز ايه، هتختار اني سيستم على طول خلاص، وانت في مشروع التخرج بتاعك هيبقى عندك سقف يقول لك اعمل التغطيه بتاعته، هتختار اني سيستم. فهنختار دلوقتي اول حاجه، اول ميزه في الفلات سلاب، رقم واحد الفلكسبيليتي ان روم لاي اوت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لو تفتكر كده في السوليد سلاب، في اول نوع من البلاطات، كنت كل حيطه في الدور اللي فوقيه لازم احط في الدور بتاعي ايه، احط لها كاميرا عشان الحيطه تيجي على ايه، على كاميرا تحت. اما يكون في هنا حيطه لازم يبقى في كاميرا ساقطه عندي، لو هنا في حيطه يبقى في كاميرا ساقطه هنا، لو في هنا حيطه ديت في السوليد سلاب اول نوع من البلاطات خلاص. وفي مشكله بقى فيها ان انت كل بقى بلاطات نازله لك في السقف عندك في الشقه، ولا في تنزل لك في وسط ريسبشن، تنزل لك يعني في مشكله. طب ايه بقى ايه ميزه الفلات سلاب بالنسبه للسوليد سلاب؟ قال لك الفلات سلاب مش محتاج تحط قمر تحت الحوائط خالص، دي ميزه فيها. يعني انشئ حيطه في اي حته، تيجي انت تنشئ في اي حته تنشئ حيطه، لان وانت بتصمم البلاطه دي بتاخد تاثير الحوائط اكنك سيحتها على الحمل كله، على البلاطه كلها، يعني بواخد على كل البلاطه اكن عليها حيطه خلاص. طب ميزتها ايه؟ طيب الحته دي ميزتها اللي حضرتك دلوقتي لما بيكون انت عندك عماره تجاريه، عاوز انت تعمل عماره، بتعمل كام اول ثلاث ادوار كده، الارضي والاول والميزانين اللي هم فوق الارض دول، عاوز تعملهم في مثلا يكون مثلا في شارع رئيسي زي مكرم عبيد، عباس عقاد، الكلام ده. فانت مش هتيجي بقى الدور الارضي والاول تسكنهم، لا انت تروح تعملهم ايه، تعملهم معرض، تعملهم حاجه تجاريه، فبالتالي انت مش عارف نوع النشاط اللي انت حضرتك هتستخدمه. فوانت بتنشئ بتعمل الدورين دول دايما اهم حاجه تعمله فلات سلاب. ليه؟ عشان تسيبهم مفتوحين على بعض، ويجي الراجل اللي هتبيع له الدورين دول قول له بقى اعمل حيط، قسم زي ما انت عاوز جوه، عاوز تعملها مكتب قسم، عاوز تعملها معرض قسم زي ما انت عاوز. فيبقى ميزه فلات سلاب اللي انت بفلكسبيليتي، عنده فلكسبيليتي، عنده مرونه في اللي اوت بتاع البلاطه دي خلاص. فده اول حاجه. النوع الثاني او الميزه الثانيه في الفلات سلاب اللي هي بقى حاجه اسمها سيفنج ان بيلدينج هايت، سيفنج ده يعني اللي هي عاوز اقول لك بتوفر توفير في ارتفاع الايه المبنى. ازاي بقى الكلام ده؟ في المبنى السوليد سلاب اللي هو المباني العاديه بتبقى في بلاطه وفي كاميرا نازله لك، الكاميرا دي بتبقى 70 سم وارتفاع الدور كله مثلا 3 متر و40، اما تاخد منه 70 سم فالارتفاع الصافي من الكاميرا لغايه الحته اللي انت واقف عليها مثلا 2 متر ايه 80. طب ما في بقى ميزه في الفلات سلاب، ما فيش كاميرا اساسا، الكاميرا دي مش موجوده، فبالتالي الارتفاع بتاع الكاميرا ده انت هتوفره، فالبلاطه دي هتنزلها شويه اهي. وفرت هنا كام؟ وفرت مثلا 20 سم في الدور ده. طيب هتفرق معايا ايه؟ ما انت 20 سم ولا 40 سم، اما كل ما توفر في كل دور 40 سم هتبص تلاقي نفسك تقدر تبني لك دور زياده. يعني ايه الكلام ده؟ لان اي مبنى دلوقتي في التراخيص، اما تيجي تاخد تراخيص مثلا كان زمان كده يقول لك ايه، ارتفاع المبنى بيساوي مره ونص عرض الشارع، صح كده؟ يعني انت لو عرض الشارع 50 اضربها مره ونص يبقى 75 يقسمهم على 3 يديك عدد الادوار اللي انت حضرتك تقدر تعملها خلاص، تقدر تبنيها. فانت لو عملت كل المبنى فلات سلاب
فبالتالي انت يبقى عندك ميزه حلوه قوي هتوفر لك ايه، انت مالكش دعوه عدد الادوار، ليه دعوه يعني وانت وانت بتاخد رخصه البناء تاخد حسب عرض الشارع مره ونص عرض الشارع، ما بيقولكش 6 ادوار 7 ادوار، هو بيقول لك 7 ادوار على اساس هو محاسبهم اللي عرض الشارع كذا وعامل حسابه للارتفاع الدور كذا، انما انت لو انت قللت، ودي على فكره ناس بتعملها كتير في بعض العمارات، بتلاقي ايه بتخش كده عاوز تتفرج على الشقه ولا حاجه تلاقي عامل لك ايه ارتفاع الدور عامله لك 2 متر 80، تبقى مستغرب انت كده ليه عامل لك الارتفاع الدور 2 متر 80، خلاص عشان يعمل يوفر كل دور يوفر لك 20 سم ولا 30 سم عشان يطلع لك دور زياده في الاخر يعني، خلاص ومن حقه ما حدش يقدر يقول له ايه انت غلط يعني، لانه ملتزم بقانون الجهاز او الجهاز اللي هو او الحي اللي هو كان عرض مره ونص عرض الشارع. الميزه الثالثه اللي هو اللي هي الشورتر كونستراكشن تايم، اللي هي توفير وقت الايه التنفيذ. ليه بقى؟ انت في السوليد سلاب، انت في السوليد سلاب حضرتك عمال تعمل ايه؟ تعمل شده خشبيه، عمال تعمل كمره ساقطه وتعمل لها تعمل خشب او تعمل فورم ورك الشده بتاع الكمرات الساقطه والكلام ده، وتعمل شدات وتعمل بردك الفورم ورك بتاعت البلاطه، يعني حوار كبير. انما في حاله فلات سلاب انت بس جاست بتحط الشده بتاعت الخشبيه افقيه بترصها مع بعض وخلاص، يعني ما بتقعدش بقى تعمل ساقط ولا كلام، ما بياخدش منك وقت كتير سريع يعني، وهكذا اللي هو الشكل ده. الحاجه الثانيه اللي هو ايزي اوف انستريشن اوف فلات سلاب، سهل التثبيت يعني. بص انت هنا في السوليد سلاب محتاج عمال تعمل ايه كاميرا هنا وكاميرا هنا، فعمال تحط لها تقويه وتحط لها خشب في الجنب وخشب فوق، ده بيهدر خشب وبيهدر الفورم ورك بتاعتك. انها في الفلات سلاب انت بص عمال بترص خشب جنب بعضه بترص خشب جنب بعضه وبعد كده تصب عليه على طول، فده اسهل اسهل من ده وهكذا يعني. الفلات سلاب اسهل من السوليد سلاب واسهل من هولو بلوك، خلاص. النوع الخامس او الميزه الخامسه بتاع الفلات سلاب اللي هي ان في فلات سلاب بعمل مش بحط على الحديد في الاتجاهين بالشكل ده، ممكن اعمل ايه الحمهم مع بعض ويعمل زي مش كده، فده بيقوي قوي بيقوي البلاطه من ناحيه الديفليكشن الترخيم ما يحصلهاش ترخيم. طب انواع الفلات سلاب ايه بقى؟ انواع الفلات سلاب في عندي كذا نوع من الفلات سلاب. اول نوع اسمه السوليد او سيمبل فلات سلاب. سيمبل يعني ايه سيمبل؟ هنعرف كمان شويه، ده سؤال نظري بيجي لك على طول، ايه هي انواع الفلات سلاب؟ هتقول لي سيمبل فلات سلاب، فلات سلاب ويز دروب بانل، فلات سلاب ويز كولم هيد، فلات سلاب ويز اللي هو البوس دروب بانل اند كولم هيد. ايه الكلام؟ هنمسك اول واحد السيمبل فلات سلاب. ايه هو السيمبل فلات سلاب؟ البلاطة بتتحط دايركت على العمود، يعني بتلاقي البلاطة على العمود مفيش مشاكل على طول، دي اللي انت متعودها. طب النوع الثاني فلات سلاب ويز دروب بانل، بص بتلاقي ايه البلاطة بتتحط على العمود بس العمود من فوق بعمل له ايه؟ بعمل له حتة كده ايه زيادة كده. طب ليه بقى فايدتها؟ مشكلة الفلات سلاب دايما، لو انت معاك ورقة هات ورقة كده، وانت مثلا معايا هات ورقة كده وهات قلم، قلم اللي انت وحط الورقه كده على القلم، فسن القلم ممكن يعمل ايه في الورقه؟ يخترق الورقه، يعدي من الورقه، صح كده؟ ليه بقى؟ لان القلم رفيع جدا بالنسبه لمساحه الورقه، والورقه سمكها قليل، فبالتالي ممكن لو انت ضغطت عليها الورقه من فوق تلاقي القلم دخل جواها كده، فده اسمه بانشنج، اختراق، خلاص؟ وانت بتصمم الفلات سلاب بنعمل كده بشويه قوانين بس انتوا مش تعملوها، يعني حاجه اسمها تشيك بانشنج، في قوانين الكود قايل لي عليها ببدا اعوض فيها كده واشوف هل العمود ده بالابعاد بتاعته هتعدي هتخرم البلاطه ولا لا. طب لو هتخرم البلاطه وطلعت انسيف يبقى انا اعمل ايه على طول وانا بصمم؟ اقول له انا هستخدم دروب بانل. اللي هي ايه دروب بانل؟ بحط سمك هنا، يعني البلاطه تبقى في الحته دي مربع كده حوالين العمود بيبقى كله خرسانه، يعني كل ده بيتصب خرسانه، خلاص. النوع الثالث اللي هو فلات سلاب ويز كولم هيد، قال لك اللي هو ده العمود ما يبقاش ايه اجي في الاخر كده اعمله زي في المسجد كده في المساجد، بص تلاقي طالع لك كده بايه بكولم هيد كده بتاك كده او مخروط ناقص.
خلاص عشان يقوي البانشنج. النوع الثالث اللي هو فلات سلاب ويز دروب بانل اند كولم هيد. طب واحد يقول لي طب انا يعني بستخدم الاثنين مع بعض، واحد يقول لي طب انا يعني استخدم انهي واحده فيهم؟ انت اول حاجه بتستخدم ويزاوت اللي هي دي اوردينري فلات سلاب، واعمل تشيك بانشنج. لو لقيته انسيف اروح على النوع اقول له انا هستخدم دروب بانل، وانا بعمل كده اعمل تشيك على ايه البانشنج الاختراق من القوانين اللي بتاعت الكود. لقيتها انسيف اقول له انا هستخدم الكولم هيد، لو لقيتها انسيف اقول له لا انا هستخدم الاثنين مع بعض وهكذا. يبقى انا ما بروحش استخدم ده على طول، انا في الاول بعتبر ان انا هستخدم الاولانيه دي، طلعت انسيف بانشنج استخدم اقول له هستخدم الثانيه واشيك، لو طلعت انسيف اخش الثالثه، لو طلعت انسيف اخش ايه الرابعه. خلاص فده سؤال مهم اللي فات ده، ايه هي انواع الفلات سلاب. النوع برضك سؤال ثاني، ايه هي الكونسبت اوف لود ترانسفير، الحمل بيتنقل ازاي في الفلات سلاب؟ واحد يقول لي ده ما هو الحمل بيتنقل البايجة على البلاطه والبلاطه تروح حاطه على العمود وخلاص والعمود يشيل، صح كده الكلام ده مظبوط، بس في البلاطه دي مسطح كبير بتتنقل زي قال لك بتتنقل عن طريق حاجه اسمها لازم وانا بصمع حاجه اسمها البندنج مومنت، حدوث بيحصل انحناء يعني في البلاطه اسمه بندنج مومنت، وبيحصل حاجه اسمها البانشنج في البلاطه. يبقى وانا بصمم اشيك على المومنت اجيب تسليح ليها واعمل تشيك على البانشنج عشان لو كده استخدم دروب بانل استخدم كولم هيد والكلام ده كله. اهو بصوا ده شكل الفلات سلاب الديفورميشن بتاعتها، يعني لما تقف فيها كده بيحصل لها ايه تعريق زي ما انتم شايفين كده، او يحصل لها بانشنج. بانشنج بصوا ايه اللي بيحصل، حته كده بتطلع بتخترق من ايه من البلاطه، وانا بصمم لازم الاثنين دول ابقى واخدهم في الاعتبار، ودول الكونسبت بتاعتنا بتاعت الديزاين. خلاص الفلات سلاب دي زي ما انتم شفتوا احنا قلنا بلاطه لا قمريه، يعني مفيش اي قمر في النص خالص خالص، في حاجه واحده بس ممكن اعملها، احط قمر على الحدود الخارجيه بتاعت المبنى، قمره واحده بس بتلف كده دي اسمها طبعا، وبيبقى في حيطه بقى مش هتبان، انما جوه المبنى مفيش اي ايه قمر خالص. طب القمرة الخارجيه دي بستخدمها ليه؟ اسمها مارجنال بيم، مارجنال بيم. فايدتها ايه بقى؟ قال لك بتحزم المبنى، يعني بتمسك الاعمده الخارجيه كلها مع بعض، تمسك الايه الاعمده الخارجيه كلها مع بعض فبتحزم المبنى بتاعي، فبقوي الاعمده وبقوي الايه السيستم بتاعي وهكذا. ليه شكلها كده تبقى جوه مفيش، انما هي موجوده على الحدود الخارجيه بس، دي اسمها مارجنال بيم. السؤال النظري بيجي عليها اقول لك ايه هي فوائد المارجنال بيم، هتقول لي اول حاجه تحزيم المبنى يعني تربيط المبنى خارجيا عشان نتيجه الرياح ما يجي رياح او زلزال، تقويه اطراف البلاطه بتقوي طرف البلاطه، حمل الحوائط الواجهه بتشيل الحوائط بتاعت الواجهه الخارجيه. خلاص ده الكونسبت اوف اناليسيس، وانا بصمم فلات سلاب بيبقى فيه ايه حاجه اسمها كولم ستريب وفيل ستريب، يعني باخد شريحه في البلاطه في الاتجاه ده وفي الاتجاه ده. يعني سؤال ايه اما بجيب لك ايه بس ده اقول لك ايه هي الكونسبت اوف اناليسيس اوف فلات سلاب، هتقول لي تعتمد فكره تحليل البلاطه فلات سلاب على توزيع الحمل عن طريق كولم ستريب وعن طريق فيلد ستريب. فيلد ستريب دي كولم ستريب اللي عند العمدة وفيلد ستريب اللي هي ايه في وسطهم هنا وهكذا، مش مهمه قوي دي بالنسبه لك. خلاص الابعاد بتاعت الفلات سلاب، الابعاد بتاعت الفلات سلاب بتاع الاعمده دي، العمود نفسه بيبقى ليه ابعاد، ليه ارتفاع الدور كذا، العمود بتاع اللي انت بتحطه في المبنى بيبقى ليه عرض، وليه العرض بتاعه ما لا يقل عن 300 ملي، او ارتفاع الدور على 15 او السبان بين الاعمده على 20، وتاخد الاكبر منهم وزوده. خلاص انا بفرض الابعاد دي لو هو عمود دائري برضك زي نفس القوانين، بفرض الابعاد دي ليه عشان ما يحصلش بانشنج للعمود. طب سمك البلاطه، سمك البلاطه بتاع الفلات سلاب بتساوي اكبر سبان على 32 او سبان على 36 لو هنا في دروب بانل وهنا ما فيش دروب بانل. الحاجات دي ايه للمعرفه بس، يعني مش هتبقى ما فيها اسئله في الامتحان الجزء ده. الحمل بتاع الفلات سلاب من القانون اللي احنا خدناه بتاع حمل بلاطه، واحد تي سلاب جاما كونكريت فلورين كفر زائد الوول لو في حوائط زائد 1.6 اللايف لود وهكذا. وده شكل المومنت بتاعها، يبقى ده موجود في الكود مش ما يتحفظش ده، يعني بيبقى ده شكل المومنت وقيمه المومنت كام وهكذا، بحيث وده الشكل طبعا انتوا مش مطالبين بالتسليح بتاعها
بس بقى شايف شكله عامل ازاي. يبقى التسليح بيتحط كده يقول لك المش، وبعدين يقول لك اديشن، احط حديد عند العمود بكذا وحديد سفلي كذا، وده اللي بيبقى موجود في اللوح اللي عندنا، ده في الاتجاه ده وده في الاتجاه التاني. خلاص فلات سلاب سيستم ده اشكال بقى طبعا موجوده في الايه، في الموقع الحديد بيبقى عامل ازاي اهو، ودي الدروب بانل اهي، بص الدروب بانل عامله ازاي، تبقى نازله شويه يعني، هصب انا خرسانه هنا دي تبقى ساقطه شويه، عشان لما اصب تبقى نازله لي، بصوا عامله ازاي، تبقى شكل ده تبقى نازله اكتر شويه. وده طبعا فلات سلاب ما فيهاش دروب بانل وبالشكل ده، بصوا ده انهيار حصل في بلاطه نتيجه البانشنج اللي حصل في عمود من الاعمده. بصوا عمل ايه في المبنى، بانشنج واحد في عمود واحد عمل انهيار المبنى بالكامل يعني. خلاص يبقى كده احنا خلصنا فلات سلاب. المره الجايه ان شاء الله هنخش على البانل بيم، والبانل بيم ديت اللي هي لو تفتكروا كده المبنى عندكم في مبنى عماره، في صاله عندكم مش عارف الصاله دي بتاعت الكمبيوتر ولا ايه، ولا صاله كده احنا درسنا فيها قبل كده، الصاله ديت معموله من البانل بيم. وكده يبقى خلصنا النهارده، اخد بس اللي جايه بصوره لكم، لو حد اسمه مش موجود يا شباب يكتب لي بعد البتاع ده على طول. معايا ولا رحت فين؟ تمام يا دكتور محمود. مع حضرتك يا دكتور. ماشي انا اعمل بس معاك يا دكتور. في حد اسمه، بصوا كده على اللي انا بعته ده، حد لو اسمه مش موجود يبلغني، ولو حد كاتب ايفون ولا الحاجات دي طيب يا بنتي محطوطه ورا صوتك. نرمين وسامح دي لسه داخله. نرمين سامح ديت انا هصورهم تاني. طب في ناس لسه داخله بعد ما صورت كده، هصورهم تاني. ماريا النهارده كام يا شباب؟ 9؟ اه يا دكتور. اه النهارده 9 يا دكتور. خلاص تمام زي الفل. كده يبقى خلصنا النهارده يا شباب. هبعت لكم طبعا ايه، انتوا معاكم المحاضرات كلها متهيألي بعتها لكم في الاول. حضرتك بعت لنا فايل البي دي اف. اه كله صح كده يعني. انا بعت لكم بس التسجيل. تمام دكتور. بس دكتور معلش دكتور، احنا انا النهارده ما حضرتش المحاضره اللي هي بتبقى مع محاضره حضرتك، عشان احضر المحاضره بتاعت حضرتك. عايزين بس المحاضره اللي معايا دي امتى تبدا؟ امتى هي المفروض بتبدا؟ 8 بس هي النهارده بدات 9 ونص تقريبا او 10 الا ربع. فهو الدكتور بتاع الماده بيبدا بشرط بميعاد معين. مين الدكتور؟ دكتور حليم. طب ما فهمتوش دكتور احمد حليم يا دكتور؟ ده هو لسه ما زال المحاضره شغاله لحد دلوقتي. طب ما فهمتوش دكتور احمد اللي فيه محاضره انا مرتبه بعده يعني؟ فهموه على يكون هو مش واخد باله يعني. دكتور احمد محترم يعني، فلو حاجه زي دي بلغ. طب احنا في الحالات العاديه يعني، في امكانيه حتى ان هو يبقى يوم تاني طيب غير يوم الاحد، بحيث ان يبقى خلاص احنا فصلنا المحاضرتين؟ دكتور نبدا الساعه 4. ما هو بعد العيد المحاضره مش تبقى بالليل يعني، احنا ميعادنا الساعه 5 او 4. طيب خلاص تمام، يبقى احنا كده مش هيبقى في كونفليكت تاني خلاص. لا خالص، لا خالص، ما احنا كده بس عشان رمضان. انما بس انتوا فاهموا دكتور احمد اللي انا خلاص يعني، يبقى احنا ميعادنا الساعه 5 يوم الاثنين. تمام. بس هو ايه، ما يبقى هو ميعاده في الجدول الساعه 8، فبالتالي يبقى برضك فاهم الايه اللي يبقى خلاص انتوا ملتزمين بميعاد. دكتور استاذنك لو سمحت. اتفضل. اتفضل.